بعد غياب اكثر من 6 شهور عن هاي اللعبه، اخونا مصطفى الشمري تحداني وقال لي يا ابو غازي اذا بتخلص هاي المرحله من اول مره من اول محاوله 10000 كان طلعت 10000 ستار، اذا بتخلصها من ثاني محاوله 5000 ستار. اوعى يا مصطفى الشمري تعطيني محاوله ثانيه، لانه ابو غازي انتم سميتوه ابو غازي من اول مره، يعني من اول محاوله، يعني من اول مره، يعني اذا ما بتجي من اول مره يشطب التحدي وتشطب اللعبه كلها. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اخونا مصطفى الشمري قال لي في ترك باللعبه، يعني اذا بتجيبها من اول مره فعليا انت تستاهل اكثر من 20000 لايك. اخوي ابو الشمر انا بسموني ابو غازي تريك، شو اللي خدعه يا زلمه؟ يا زلمه المرحله خلصتها يا زلمه، انت بتقول لي خدعه وقاعد بتقول لي معك محاوله ثانيه وثالثه. ابو غازي غير محاوله واحده ما تعطيه باي لعبه. يا عمي بمزحش معك، انا بحكي معك جد بجد كلامي. القوه 10 ثواني، 9 ثواني، 10 ثواني، بحيات امك 5 ثواني، يلا. يا زلمه عشان هيك قاعد احكي بثقة.